طيب لو عندي رسمة وعايز أضيف عليها تكست أو أكتب كتابة في مكان معين، مثلا النقطة ديت بتمثل لي كذا، النقطة دي بتمثل لي كذا، أعمل إيه؟ باجي أحدد إحداثي معين وليكن عند الواحد وعند الاتنين وأكتب له الأمر دوت. طبعا في طريقتين، طريقة سهلة وطريقة صعبة، بس احنا ناخد الطريقة الصعبة. إيه الأول؟ أكتب له الأمر تكست، وأكتب له أول حاجة البعد عن المحور، او البعد على المحور الافقي، وليكن واحد. الاحداثي بتاعي اكس وواي، الواي باتنين. بعد كده اكتب له الجملة اللي انا عايزها، ولتكن ماتلاب. ماشي، شوف على الرسم كده اللي حصل، كتب لي هو ماتلاب. طب افرض عايز اضيف تأثير ليها، وليكن نخليها ايتاليك، مايلة شوية. اجي هنا بين الابوستر، طب اغير الايه، اغير الاحداث عشان تظهر لي في مكان تاني، خليها 2 و2. واجي هنا اكتب على باك سلاش، طبعا ات اي تي، معنى كده ان انا هكتب ايتاليك. واروح جاي هنا اهوت نفس القوس، شوف كده اهوت كتبها لي ايتاليك. طب انا ممكن موجعش دماغي، ومن هنا انسرت تكست، دي الطريقة السهلة بقى، واكتب اللي انا عايزه، ولتكن برضه كلمة الماتلاب اهيت. وبعدين عن طريق الايديت بلوت اهي اقدر احركها في المكان اللي انا عايزه. ممكن اعمل لها كات، كوبي، كلير. لو دوست على سترينج هيوريني مكتوبة ازاي. لو انا كنت كاتبها على ات زي دي كده، هنشوفها. ودوست على سترينج، بص يظهر لي ايه، على ات ماتلاب. ماشي، خلينا في الكلمة ديت. فونت سايز عايز اكبر شوية، وليكن خليها فونت 12. وبعدين اخد فونت ستايل اللي عايزه ايتاليك، ولو عايزه تقيل شوية اهو. واللون ممكن اخده اي لون اهو. ماشي، والعب ممكن في البروبيرتيز بتاعته زي ما انا عايز هنا اهو. طب في بعض الشفرات زي اللي هي على ات ديت ممكن تتحط برضك. عندي على باي اللي بيرسم لي رسمة الباي بتاعتنا، اللي هي شكل الباي اللي بنكتبه في الرياضة عادي، والأقل من أو يساوي. فتعالى كده نشوف ان احنا نرسم رسمة ونحط عليها الليبل بتاعها بالتي، اكبر من او يساوي، سالب باي، اقل من او يساوي باي. فاكتب له البرنامج تي بيساوي من 0 لباي على 100 لحد 2 في باي، 2 في الباي، 2 في باي. وبعد كده اقول له الواي بيساوي ساين اوف تي. بعد كده بلوت للايه، للتي مع الواي. رسمها اهيت، واقول له اكس ليبل شوف بقى الشفرة اللي نحطها. اول حاجة هقول له من سالب باي، بس عايز يكتبها لي بالشكل المعروف في الرياضة، هتشوفها لما نكتبها. هكتب له على باي، بعدين على اقل من او يساوي اللي هي ال اي كيو. ماشي، بعدين على ايتاليك، مش لازم على ايتاليك للتي، خليه التي كده عادي. برضك على ال اي كيو، ال اي كيو على باي، نشوف النتيجة. اهوت، T
تي اكبر من او يساوي سالب باي اقل من او يساوي الباي، يبقى دي اللي كنا عايزين نقول عليها. بردك ممكن نضيف ليجند، ليجند دوت اللي هو مربع اللي هو موجود هنا اهو كده، مكتوب مثلا اللون الاحمر بيمثل لي الساين، اللون الاخضر يمثل لي الكوزين، وبعدين اللون الازرق يمثل لي الساين. تعال نكتب له كده، هنكتب له ليجند ماشي، حط له ساين تي ساين اوف تي وكوزين اوف تي نشوف كده عمل ايه. حط لي الليجند اهو اللون الازرق بكوزين ايه، كوزين التي. ممكن انا عن طريق هنا اهوت العب فيه، اكتب اللي انا عايزه هنا الازرق ايه هو، ممكن العب في الليجند دوت عن طريق الايه الايديت بلوت اهوت. ممكن ادخل هنا اعمل اللي انا عايزه، ممكن للليجند كلها اهوت ماشي. يبقى زي ما شفنا ممكن اضيف ليجند للرسمة بتاعتي، ممكن بقى تلعب فيها وتعرف ازاي تحط كذا لون وكذا خط وكده يعني. هنشوف في البرنامج دوت بقى ازاي نستخدم الليجند، مش احنا في البرنامج اللي فات مركزناش عليها قوي او معرفناش نتفاهم معاها شوية لان كان عندي رسمة واحدة بس. لو كان عندي رسمتين بقى نشوف اللي هيحصل. هو ترسم رسمتين، عايز اعمل ليجند اعمل ايه؟ بالاديت بلوت واعمل له شو ليجند. بص مديني هنا ايه الازرق اللي هو بيقول لي الرسمة دي فيها ازرق، الداتا واحد ماشي. الاخضر اللي هو فيه بلس الداتا بتاعتها اتنين، راح داخل هنا وعايز اعمل edit اهوت، اكتب اهي مثلا دي كانت ساين ماشي. شوف الداتا التانية نخليها مثلا ايه ساين تي ماينس بوينت فايف خلاص. هي معايا شيل ايه بلوت الرسمة اهو، قالك ان الايه الازرق هو الساين والاخضر اللي فيه بلس ساين تي ناقص نص. يبقى كانت علمنا ازاي نعمل ليجن. طبعا لو عندي هنا لون زيادة مثلا رسم الكوزين هيطلع لي هنا اللون اللي انا عامله بالمارك اللي انا عاملها او بالعلامه اللي انا عاملها، واكتب قدامي مثلا ان انا رسم كوزين تي خلاص. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نستخدم الليجند. هنشوف حاجه جديده في الرسم وهي السكيل بتاع ايه بتاع المحاور. السكيل هنا لو نلاحظ عامل زي سكيل الرسم بعين العادي اللي احنا بنشتغله على الورق، لكن احيانا كنا بنبقى عايزين ايه سكيل سيمي لوج لوغاريتمي للاكس، زي في الكنترول كده لما نكون بنرسم البوت دايجرام كنا بنحتاج الورقه اللي هي ايه سيمي لوج. طب ازاي اعمل سيمي لوج هنا؟ نكتب امر هيلب هيلب. اول حاجه لو عندي سيمي لوج للاكس سيمي لوج للايه للاكس هيديني الهيلب بتاعها. طب لو قلت له سيمي لوج للواي عندك نفس النظام، هنا يبقى الواي هو اللي ايه سيمي لوج. طب لو عايزه الاتنين لوغاريتمي السكيلين او الواي والاكس لوغاريتمي يبقى لوج لوج برضك هيديني الهيلب بتاعها.
يبقى لو عايز الاكس سيمي الاكس سيمي لوج يبقى سيمي لوج الاكس، لو عايز الواي سيمي لوج يبقى سيمي لوج الواي، لو عايز الاتنين لوج يبقى لوج لوج. طيب اسهل لي بقى في السيمي لوج واللوج السيمي لوج اكس وسيمي لوج واي واللوج لوج، اما انا ممكن هنا عن طريق edit plot عادي اخش جواها واعمل بروبرتيز واخد هنا السكيل بتاعي لينير ولا اخده لوج، خده لوج شوف كده عمله لي ايه لوج ماشي. ناخد تاني كده طبعا كنا واخدين محور اكس ناخد محور واي هنخليه لوج بعد كده لوج لوج ماشي عادي خالص. يبقى بدل ما اوجع دماغي بره في الاوامر ديت عشان بتتكتب ازاي، من على الرسم هنا اقدر اصلح اللي انا عايزه عن طريق edit a plot.